عرفت حوادث السير المميتة سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013 انخفاضاً بنسبة 6.04%، كما شهد عدد القتلى انخفاضاً بنسبة 8.74%. أما عدد المصابين بجروح بليغة فقد انخفض بنسبة 14.81%، أي بما مجموعه انخفاض بنسبة 0.27% في مجموع حوادث السير. خلال السنتين هادو رحنا 2013 و2014 رحنا يمكن نقول لكم ربحنا واحد 800 ديال الأرواح البشرية اللي خفضناها من حوادث السير. هذا ناتج الاستراتيجية الوطنية 2003-2013، واللي أيضا اليوم تنديروا التقييم ديال هذه الاستراتيجية، وعلى أساس اليوم نعرضوا المحاور الكبرى ديال الأعمال اللي غادي نقوموا به 2015. يعزى هذا الانخفاض في عدد حوادث السير سواء داخل المجال الحضري أو خارجه إلى الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية التي امتدت لعدة سنوات، علاوة على الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الصيفية لسنة 2014، وذلك من خلال اعتمادها لبرنامج عمل خاص أعطى نتائج جيدة في تحسين مؤشرات حوادث السير.